شو عملوا فيك؟ مش مهم. مين أذاك؟ بيي؟ لا، أولاد عمي كانوا ناطريني قدام البيت، بس قدرت اسمت ضيعتهم قبل ما أوصل لهون. كيف عرفوا؟ أكيد بيي خبروا، مش هيك؟ قلي حبيبي. ما عادش تفرق، هيك ناس قلبها مات من زمان. بيي بده يحرمني من أكتر شي بحبه بهالدنيا. هيك نحن مع بعض هلا، هيدا أهم شي بالدنيا. It's okay. It's going to be okay. عمي خلص. خلص حبيبي. خلص حبيبي. خلص. مونسترز الموت ولا العار. هلا صعب يفهمون هيك نحنا. صعب شوي، سهل عليهم وتجوز بنت ولو بالشكل. يعني معليش البنت تدفع الثمن؟ كلنا عم ندفع الثمن. خليها طبيعيه،